كأس الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى. من المنتخبات المشاركة في بطولة الأمم الإفريقية 2019 في 4 منتخبات وصلوا للنهائي قبل كده وما قدروش يحققوا البطولة، وهي السنغال وصلت مرة سنة 2002 وخسرت من الكاميرون بضربات الترجيح، وأوغندا وصلت في 78 ولكنها خسرت من غانا 2-0 في النهائي، ومالي لعبت النهائي في نسخة 72 وخسرته من الكونغو 3-2، وأخيرا غينيا واللي خسرت نهائي سنة 76 أمام المنتخب المغربي في البطولة اللي كانت في أثيوبيا. دي المنتخبات المشاركة في نسخة مصر 2019 ووصلت النهائي قبل كده ولكنها ما كسبتش البطولة. فهل ممكن يفك العقدة في بلاد الفراعنة؟ انتظروني المعلومة اللي جاية في كأس الأمم الإفريقية سطور تكتب وتاريخ يحكى.